في 12/12/2015 تمكنت مصالح هنا وعلى إثر عمل مشترك جمع بين فرقتي الجمارك لبرج بعراريج والمسيلة من توقيف سيارة سياحية على مستوى إقليم التابع لاختصاص محكمة بوسعادة. بعد عملية التفتيش الدقيق لهذه السيارة عثرنا بداخلها على كمية من القنب الهندي الكيف المعالج قدر وزنها بحوالي 52 كيلوغرام. باشرنا عملية تحرير محضر الحجز حيث قدرت الغرامة الجمركية بأكثر من 17 مليار سنتيم.